جرت مساء أمس بفندق هيلتون فعاليات الحفل الختامي لمهرجان السمح الثقافي الذي شاركت فيه بعض الدول الأفريقية. المناسبة رأستها وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا ممثلة لسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو. كان ذلك بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. محمود مسلفين. يجيء هذا اليوم الختامي من فعاليات مهرجان سمحة الثقافي في دورته السابعة، والذي نظم في 16 إلى 18 من الشهر الحالي، وذلك بهدف إبراز القدرات والمواهب الثقافية والإبداعية المتمثلة في الفنون الشعبية والتراثية والتطريز، فضلا عن الرقصات والألعاب الفلكلورية المتنوعة. في كلمتها الترحيبية بهذه المناسبة، السيدة سولكام إنغرباتينا رئيسة اللجنة المنظمة لهذا المهرجان، والتي قدمت شكرها لكل من وقف معهم من أجل إنجاح هذا المهرجان، متمنية للمشاركين من الدول المشاركة عودة حميدة إلى بلدانهم. وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا ممثلة لسيدة البلاد الأولى في هذا المهرجان، والتي قالت إن هذه البادرة تعد فريدة من نوعها، وهذا لدليل على أن البلاد تتمتع بإرث ثقافي متميز وإبداعات عدة يوارثها جيل بعد جيل في هذا المجال، والذي يعتبر من المجالات الهامة التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا عبر الوزارة المعنية. وفي نهاية حديثها حثت جميع المشاركين على السعي قدما من أجل تطوير القطاع الثقافي بالبلاد، مقدمة شكرها لكل الوفود القادمة من داخل البلاد وخارجها. هذا وقد شهد الحفل عدة عروض مختلفة من قبل الفرق المشاركة، كل واحدة تلو الأخرى. كما تخلل الحفل الختامي أيضا رقصات متنوعة نالت إعجاب الحضور. لا شك إن تشاد دولة أفريقية تتميز بثقافات وفنون وتراث أصيل، وإن مشاركة بعض الدول الأفريقية في هذا المهرجان ليس عبثا، بل نتيجة لتقاسم الحدود مع بعض الدول الأفريقية.